ضيفي وضيفه حضراتكم الاعلاميه نشوى الحوفي. انا شخصيا بشوف الاستاذه نشوى الحوفي بشوفها نموذج من النماذج الجميله جدا اللي طلت عليها واكتشفناها في المراه المصريه. احنا ما عرفناش ده الا في 30 يونيو وما بعدها. النموذج اللي تلاقي عايز تشوفها بنت البلد الجدعه هتشوفها، عايز تشوفها الوطنيه المخلصه هتشوفها، عايز تشوفها اللي هي الست اللي بيقولوا عليها ب 100 راجل هتشوفها، اللي زي ما انت عايز تشوف هتشوفها. شفنا ده في المراه المصريه. انا بقول ان نشوى الحوفي من ضمن الاكتشافات اللي احنا شفناها واللي نفخر ان المراه بتاعتنا ويبقى في المراه المصريه يبقى نشوى الحوفي لميس جابر ومع حفظ الالقاب واسماء كثيره جدا جدا جدا. بس انا اللي انا عايز اقوله ان المراه المصريه في اللي فات ده اثبتت ان هي يعني جدعه قوي وعملت حاجات كويسه جدا. ومساء الخير يا نشوى. ازيك؟ وحشاني جدا على فكره. من ذوقك يا ابراهيم وشي على كل اللي قلته. ربنا يخليك. اصل امبارح كانت الدكتوره لميس معانا يعني النهارده، فالنهارده يعني السيطره نسائيه. بس الاستاذه لميس امبارح، الدكتوره لميس وقعتني امبارح في حاجه انا الحقيقه عايز اعتذر عنها. امبارح كنت بقول للدكتوره لميس على ان الدكتور عمار علي حسن طلع في التلفزيون كان مع الاستاذه لميس الحديدي عشان خاطر تحديدا بقى، ولما بيتكلموا على المحاكمه بتاعت مبارك عن الرئيس الاسبق مبارك، فهو بيكلم فبيقول لها كده بحس يعني، قال لها اصل في تسريبات. فانا بعديها على طول رديت قلت له يعني الدكتور عمار حسن لما يقول هذا الكلام 100% بيقول معلومه ما بيقولش السنتين. يعني معلومة ما بيقولش السنتير، وإذا كان عنده معلومة يبقى عليها أن يتقدم فورا بها للنائب العام ونشوف هو بيقول أن في إتلافات، الأدلة أتلفت. فإذا كان أنت عندك دليل على أن في أدلة بتدين صحيح. أحد وأتلفت تتقدم للنائب صحيح. العام صحيح، دي معلومة صحيح. أما إذا كان الموضوع غير كده فده هيبقى ده هنا النهاردة الراجل ده بيشارك في التهيئة وبيشارك في تهدير الصف العام، وهنا لا بد أن يحاسب ويساءل صحيح. ده فهنا بقول لها الكلام ده، قالت ازاي عمل ده؟ ده هو عامل كتاب ازاي؟ فخلطت مع عمرو عمار. اللي هو مؤلف الاحتلال المدني. خلط. عمرو عمار العقيد ده عقيد مهندس متقاعد، وانا استضفته في حلقه اعتقد او حلقتين. فالحقيقه النهارده يعني انا اكتشفت هذا الخطا. فانا طبعا انا بعتذر للعقيد عمرو الحقيقه، بعتذر على هذا السهو، لان انا قلت له ساعتها ازاي ما هو كذا، فخلطت ما بين الاثنين، وهي السبب على فكره، بس اما اشوفها يوم الاحد ان شاء الله. فبعتذر للعقيد عمرو عمار الحقيقه، وما زلت بطالب من عمار علي حسن او الدكتور عمار علي حسن، بطالبه ان الادله اللي قال عليها ان الادله اتلفت ان يتقدم بالدلائل بتاعته الى النائب العام، واذا ما تقدمش حقيقه الامر عليه الاعتذار، ولو ان الاعتذار ما ينفعش. قولي لي يا ست نشوى، هذه من ضمن الحاجات اللي احنا بنسمعها، رايك ايه في اللي بيحصل ده في حاله اللخبطيطه اللي احنا عايشينها دي؟ هو هي لخبطه مقصوده ولا لخبطه مش مقصوده؟ لا هي كلها مقصوده. بس كده. يبقى هي لخبطه مقصوده الحقيقه، ساهم فيها كذا عامل. العامل الاولاني يا استاذ ابراهيم ان احنا ما اديناش للناس الحقائق من اول يوم. نمره اتنين، ان الناس لحد دلوقتي في ناس بتسترزق وانا قلت الكلام ده، في ناس كانت بتسترزق من ان الناس تفضل في حاله التوهان. بعدين تيجي تسال كل النخبه الفاضله، هل لا سمح الله كان غير معروف لينا كلنا ان ما يحاكم به مبارك غير مسند بادله تقول ان هو دي حقيقيه؟ ما كانش فيه ادله، ما كانش فيه ادله خالص، وخصوصا في الايام اللي احنا فيها دلوقتي. الأيام اللي احنا فيها دلوقتي أظهرت إن في بيانات جديدة، في متهمين جدد، في ناس مش موجودين أساسا ولا عارفين هم منين. هو مش طرف ثالث، في أطراف ثالثة، طلع إن في أطراف ثالثة. ده حقيقي. ده حقيقي. وخلينا نكون واضحين في ده. وبالتالي النخبة الحقيقة أفسدت هذا الوطن. وأفسدت هذا المجتمع. وخلته متلخبط. وعيشته في اللخبطة دي. هحكي لحضرتك على مثال. في مايو 2011 زرنا أول مسؤول سويسري. هذا المسؤول السويسري كان جاي بالتعاون مع وزارة العدل السويسرية علشان هنا في مصر. الإعلام المصري بتاعنا كتب كده، وفد من الحكومة السويسرية للتفاوض حول رد
كيفية رد الأموال المهربة في سويسرا. ده إعلامنا بالمناسبة، الدولة لم تنفي وسابت الإعلام يكتب الكلام ده، مسؤوليها وافقوا على الكلام ده. في هذا التوقيت وبالصدفة كنت مدعوة من الأمم المتحدة لحضور مؤتمر في جنيف، ولأنه مؤتمر عن البيئة والتغيرات المناخية والنووي، يعني جزء سياسي بحت، فكنت الحقيقة بخلص الجلسات وقلت أعمل شغل تاني جنب الجلسات، فسعيت لمقابلة مسؤولين هناك عشان أعرف سويسرا. في سويسرا هو اللي جايين في مصر دول هيعملوا إيه؟ طب الفلوس دي أخبارها إيه؟ فتكتشف الآتي: نمرة واحد، إن المسؤولين اللي جايين دول مش جايين يتفاوضوا حوالين أموال، لأن لسه الأموال دي لم نود فيها لحد دلوقتي، رغم إن وقتها كانت وزيرة الخارجية السويسرية أعلنت إن تم تجميد 450 مليون فرنك سويسري. نمرة اتنين، أنه تم محاسبة وزيرة الخارجية السويسرية على تصريحاتها دي اللي كانت قالتها في المغرب العربي وقت زيارتها ليها، لأنها مش من حقها تقولها. نمرة ثلاثة، إن المسؤولين السويسريين جايين مصر فقط علشان يعلموا المحققين في الحكومة المصرية، يعني في وزارة العدل، يعني النيابة، يعلموهم كيفية تتبع الحسابات السرية في بنوك العالم، يعني الأسلوب، علشان يثبتوا إذا في فعلا فلوس مهربة أو في حسابات سرية ولا لا. وإن الوفد اللي جه ده جاي لأول مرة على حسابه هدية من الحكومة السويسرية، لكن لو احتاجناه تاني هنضطر ندفع فلوسه وتكاليف إقامته وتكاليف مجيئه. شوف الفرق ما بين المعلومة اللي اتنشرت هنا والمعلومة اللي انت تعرفها من هناك، فتكتشف حجم الهوة. انا فاكره كويس قوي ان انا بعت ده، وكنت وقتها لسه صحفيه في المصري اليوم، بعت ده فورا على المصري اليوم، والحقيقه انه اتنشر، بس كان عنوان الخبر بالاشتراك مع زميل اخر هنا بيغطي الموضوع في مصر، عنوان الخبر يخالف تماما متن الخبر، لان الزميل كان بيتكلم على الكلام اللي كانوا بيقولوه هنا وهو كلام غلط، والمتن، واحنا شعب ما بيقراش المتن، بيقرا المانشيت والعنوان ويجري وما بيحاولش يركز بس في الامور بهدوء. المتن ضاع. وفاكره كويس قوي ان انا قلت لزمايلي لما رجعت: انتوا هتخلوا الناس تمسك في الشوارع الجيلوتين اللي هي المقصله وتقطع بيها رقابي الناس بلا حقائق. وانت عارفه نشوى، ما هي الست وزيره الخارجيه بتاعت سويسرا، ما هو وزير خارجيه امريكا، ما هو هو وزير خارجيه امريكا هو من اطلق $70 مليار. وبعدين رجع بعد ما عمل الشغل خلاص، هو عمل اللي عايزينه، هو ممكن عاملين عشان يهيلوا الناس اللي هو عايزين، هو اعتذر بعديها، والراجل بتاع المتحدث بتاعه هو اللي اعتذر. الجزيره تلقفت الامر، وده تلقف الامر، وكلام كلهم اعتذروا في الاخر، وقال لك لا ده احنا كنا بنقول على فلوس ليبيا، طلعتش من فلوس ليبيا، يعني طلع حاجه ثانيه. انما ده في الاطار، ما ده اللي بياخدنا بقى، ما هو ده في اطار الحرب، اللي هي الحرب الحقيقيه اللي علينا وهي الحرب الخطيره اللي علينا. صحيح. على فكره الارهاب اللي في سيناء والارهاب اللي بيدور في مدن مصر اللي بيحصل هنا ولا هنا، ليشنا وشرطتنا قادرين عليه ان شاء الله يا رب، اللهم باذن آمين. الله يعني اللهم امين. انما اللي احنا مش قادرين عليه لغايه دلوقتي، وكلنا شركاء فيه، كلنا شركاء فيه، اللي هي حرب الافكار والكلام والتضاد والتصريحات والحاجات اللي احنا عايشينها دي، ده حقيقي، ده اللي احنا عايشينه، وبقينا نصدر احكام يا استاذ ابراهيم. وبقى كل واحد فينا قاضي، وبقى كل واحد فينا مطلع، وبقى كل واحد فينا سياسي. وحتى لما بتيجي، وده على فكره بقى يخلي كل الناس في سله واحده، يعني الناس ما بقتش تفرق وتميز لما تسمع حاجه او تسمع خبر او تسمع اشاعه، هي ده حقيقي ولا مش حقيقي، ودي الكارثه، بقينا متوحشين. هو الحاله اللي احنا فيها ديت مش صدفه، واحنا ما شربوناش حاجه صفراء ولا شممونا حاجه. صحيح. انما هم قدروا يشتغلوا علينا سبيل. اللي هي بقى الحروب بتاعت الليل الرابع دي بقى. صحيح. والخامس، اللي هي كلها افكار وكلام وحاجات كلها على فكره بسيطه جدا. لا هو اهلك يا استاذ ابراهيم. لا ما هو هو اصلا حاجات بسيطه اللي بتتعمل. صحيح. وطبعا هو عشان ينفذ ازاي لازم يبقى ليه ناس هنا، بس عشان خاطر ما حدش يرجع يقول هنطلع قانون، لا لازم يبقى ليه ناس هنا. يعني النهارده عشان انفذ اللي انا مخططه بره، لازم على الارض هنا حد ينفذ، اللي هم يطلع واحد اول من يطلق
يسقط حكم العسكر ده منهم. هو بيسيبها هو هيقولها وما يقولوش دعوه، هو ولع بس البتاع وايه كله هيزيط في الزيطه، مسلوق قطيع بقى اللي هو اللي بيطلع يتكلم في اي موضوع، حد اللي بيطلع الحاجه بس الحاجه. يعني استخدام الكلمات يا استاذه نشوى ده في استخدام الكلمات، انا عايش التعبيرات. اما يقول وده دلوقتي المسؤولين اللي يجي يقول المنطقه العازله على الحته بتاعت رفح، لا هي اسمها المنطقه الامنه. استخدام العازله ديت ده الكلمه دي لها معنى جدا في الحرب، لان انا ما استخدم صحيح. اما اقول تهجير لا مش تهجير، ده اخلاء. اصل كلمه ان انا بهجر حد من المكان ده، انا بقصيه من المكان وفي وضع. كل الالفاظ ديت المقصود بها شبابنا اللي هو في السن ده، هو بيعمل عنده تراكمات الغضب. استاذ ابراهيم انا موافقاك على فكره لكن في ظل كل اللي حضرتك بتقوله، في غياب كامل للاعلام الدوله صح يا ستي؟ انت في حد يشيل وزير اعلام في الوقت في الوقت ده اللي انا عليا اكبر حرب اعلاميه موجوده؟ هو انت اديت الفرصه لكل واحد انه يتلاعب بالالفاظ وانه يطلع الحدوته اللي هو عايزها بينما انت مالك الحدوته. لا اعلام الدوله اعلام الدوله دلوقتي بقى غايب ومش موجود، وحينما الحقيقه نتكلم عنه، وانا مش بتكلم على اسماء ولا اشخاص، لكن انا بتكلم ان اعلام الدوله غير قادر على المنافسه، مصر على ان هو يتعامل بهدوء وتفاصيل والدوله غايبه والحدوته. وعايز اقول لك على حاجه، الحدوته ما زالت الحقيقه تخرج من الحكومه على الاعلام الخاص. وبالمناسبه احيانا يكون الاعلام اللي هو بيردد عني اقوال احيانا مش مظبوطه فتستعجب، هو ليه يعني ليه الدولة تصدر الحدوتة الحقيقية بتاعتها للإعلام اللي هو بيهاجمها أو للإعلام الذي لا يحرص عليها؟ ليه؟ ده جزئية الحقيقة هي اللي بتعمل التشتيت. الأهم إن إحنا مثلا مع احترامي برضو لكل الجهود اللي موجودة لسه سايبين الناس تقعد على القهاوي كتير، ولسه سايبين الناس تقعد على الفيسبوك كتير، ولسه الحقيقة لحد دلوقتي ما شغلناش ما عملناش خطة تشغيل للمصانع المقفولة. أنا مش عايزة مصانع جديدة، أنا عايزة المقفول، عايزة أسمع صوت دوران المطور بقى، عايزة العيال اللي قاعدة على الشوارع دي تتلم، عايزة أخدهم وأشغلهم عشان لو اشتغلوا هيتعبوا، مش هيبقى عندهم وقت فراغ، مش هينضحك عليهم. عايزة أنزل معاهم للجوامع وأنزل معاهم للنوادي، وعايزة أنزل لهم في قلب المدارس، وعايزة خطة أنزل لهم في قلب الكليات علشان أكلمهم ما بين كل سيكشن وسيكشن، أنا واللي زي حضرتك وغيرنا، ونبقى عندنا جداول كل أسبوع، النهاردة في مدرسة وبكرة في عزبة وبعده في قلب كلية. سايبينهم لمين يا أستاذ إبراهيم؟ سايبينهم ليه للواغش ياكل دماغهم ويحركهم ويملأ أفكارهم، وانت في الآخر راجع ورا؟ ليه راجع ورا؟ انت صاحب القضية، ما تسيبهمش، ما خليش عيالي ياخدوا معلومة غير مني. أنا هديلك مثل صغير من ولادي صغيرين وهم لسه صغيرين، علمتهم حاجة واحدة بس، تعالوا اسألوني في أي حاجة وتعال احكيلي أي حاجة عشان أنا الظهر اللي هيحميك لو أنت عامل مشكلة، فما تبقاش مشاكل لو خبيت علي، ولا هيحضنك لو أنت خايف، ولو مش عارف اسالني عشان انا هقول لك، وانا هقول لك الحقيقه، ولو انا مش عارفه هقول لك انا ما اعرفش. ليه هقول له انا ما اعرفش؟ عشان يبقى واثق فيا وادور انا وهو على المعلومه. يبقى ولادي عارفين مني، ولحد دلوقتي ولادي يعرفوا مني، ومهما سمعوا بره يجوا يقولوا لي ده احنا بنسمع كذا. انا كان عندي ابن اهوت ثانويه عامه وكان بيسمع كل اللي بيتقال في الشارع، بداية من يسقط حكم العسكر، مرورا أصل اللي حصل ده انقلاب على الشرعية، ما كانش يرد بس يجي يقولي ده حصل كذا كذا النهاردة، هو ده حقيقي؟ وساعات كان يجادلني وساعات كان يهزمني، كنت أقوله الحتة دي أنت عندك حق فيها ولكن تبقى مصر، وأنا لما تيجي مصر أدافع عن البيت، أنا ماليش في السياسة. فكان يقتنع، وساعات نلف وارجع له تاني للنقطة اللي كان بيتكلم فيها، اقول له شفت اهو انا لقيت حتة دي، تعالى بقى اما اقراها لك. هو ده يا فندم، والدولة في النهاية زي الام.
طبعا نشوى كانت عامله اسقاط، يعني انا بعمل ده مع اولادي مع ابني مع بنتي، انما هو ده المفروض ان الدوله تعمله مع اولادها. نتيجه اسباب كثيره جدا كنت بقول، انا طبعا قلت الكلام ده من 3 اشهر وبقوله النهارده، بقوله النهارده لان احنا محتاجين ده. طيب احنا تتصوري اللي ممكن نعمله؟ احنا خلاص اذا كان في حاجه مش هنقف، لا طبعا، ومش هنحط ايدينا على خدنا، لا ومكملين، واحنا واحنا بصرف النظر الدوله بتتحرك، ما انت ما هي حره، هم حرين يتحركوا ما يتحركوش، انما يعني كله من مكانه، هو كله في موقعه، يستطيع ان هو يتكلم، يستطيع ان هو يقول، يستطيع ان هو يحكي. الحقيقه اللي انا ملاحظه هم طبعا في الغيبه بتاع، احنا عندنا سن التاخير شويه بعافيه شويه بتاع، يعني لو بناخد بالنا بناخد فتره، يعني دايما متاخرين في حاجه، يعني دايما نروح والقطر بيتحرك من المحطه قال احنا واصلين، طب ما كان قدامك الوقت، زي الجون اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه كده في الماتش، جون يعني بس فاحنا اللي انا عايز اقوله الحقيقه في الفتره الـ4 سنين وسبقها فتره قبليها كانت مش قليله، كان في تركيز بس ما كناش واخدين بالنا كلنا، وفتح علينا كلنا، وكلنا بلعنا يعني زي ما تقولي بلعنا الطعم، انما بان ده كله عندما لما يخرج اوباما بعد 2011 بحاجه بسيطه جدا ويتكلم ويقول ان انا اتمنى ان الشباب بتاع امريكا يبقى زي الشباب المصري، كان ابتدى النفخ، ابتدى نفخه عشان ودانه تتقفل ما يسمعش. الشباب بتاع امريكا خرج علشان يعترض على حكم المحكمه، ده لهم بقى قبض على 200. ما انا بحكي لك، هو هو كان بيقول التصريح ده ليه؟ انت عارفه لما تقعدي تنفخ يعني انت بتعملي حد عشان يسمع لك انت، عشان خاطر هو كان كل الفكره كله انه يفصل هذا الشباب عن محيطه، عن اسرته وعن مجتمعه وعن كله، يفصل يعمل حرب ما بين الاجيال. وهم الى حد كبير نجحوا في ده يا نشوى، حقيقه الامر صحيح. هم شوف يا استاذ ابراهيم، انا مؤمنه تماما، ودي حاجه برضو فاتت علينا، ان هم ناس شغالين بمؤسسيه، يعني هم مش بيشتغلوا على النهارده يوم بيوم، لا هم بيشتغلوا لقدام سنين طويله. يعني مجيء اوباما في حد ذاته كان تسويق لفكره التغيير. شوفوا احنا جبنا واحد اسود، انتوا هتعملوا ايه؟ مجيء اوباما لجامعه القاهره والحديث عن سلام واهم وبيع الوهم لينا، لو السلام عليكم بتاع الاول ده كان بيبيع الوهم بالظبط كده، الستات زغرت ورجال الله اكبر الراجل في الشوارع بقى ده جالنا. وبالتالي كل ده كان تمهيد ان لما يجي اوباما في 2013 سيقول ان هو هيبعت قوات لسوريا، وانه بيطالب العالم العربي انه يبعت قوات لسوريا، لولا ان روسيا والصين هما اللي يقفوا في مجلس الامن، بس احنا هنا نوافق، ومرسي يقف في قلب الاستاد في الصاله المغطاه يقول سنرسل القوات الى سوريا، ده كلام فارغ، ده على اساس ان اوباما هو الخليفه العثماني، هو حامي حمى الاسلام، على اساس ايه؟ احنا قامت قيامتنا يا استاذ ابراهيم، والحقيقه قامت قيامتنا من قبل 25 يناير. تاني قامت ليه؟ قامت لما كل حاكم الحقيقه غض الطرف عن اللي بيحصل بره رغم انه عارف. لما ما حصنش شعبه بالمعلومه، ودي برضو للجزئيه الثانيه، اصل تحصين الشعب ده عامل زي الانتي فيروس. عامل زي تديله كده يعني مضاد حيوي، تقول له خلي بالك المعلومه دي عشان ما يعرفهاش متاخر زي ما حضرتك بتقول. اتهيأنا واتضحك علينا لما ما اهتمناش بالناس والشباب وتشغيلهم، فبقوا فاضيين، وبقى واحد يعني يضحك عليهم بتمويل وواحد تاني يضحك عليهم. عارف منطق ايه يا استاذ ابراهيم؟ بمنطق لما يبقى عندك الافلام القديمه الابيض واسود، لما تلاقي البنت يعني اهلها بيقسوا عليها تسيب البيت وتهرب، اول واحده بتقابلها القواده صح تنحرف. ساعات نسأل هو العيب هنا على مين؟ على العيلة اللي ما احتضنتش، ولا على القوادة اللي كانت جاهزة، ولا على البنت اللي ما كانتش جامدة؟ هنكمل ده بعد الفاصل. الأستاذة نشوى كانت بتضرب مثل بين أسرة وبنتها وحصل خلاف، مشت لقطتها واحدة منحرفة برة، بتقول يعني العيب على الأسرة ولا على البنت ولا على المنحرفة، أنا في رأيي إن الثلاثة أطراف يعني ده، بس أنا عايز أقول إحنا في الفترة اللي إحنا فيها ديت
سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نبأنا ان هتيجي فتنة واحنا عايشين الفتنة دي حقيقي. وعشان كده زي برضو الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يعني ما يبقى في فتنة الزموا بيتكم، لما تبقى في فتنة الزموا بيتكم ونلزم بيتنا، القصد كله يعني كل واحد يهدى كده شوية عشان ما نتكلمش، واذا كان عندك كلمة طيبة تقولها، ما عندكش كلمة اسكت، يعني الافضل السكوت. احنا دلوقتي في الفترة دي كده يعني مش اي حاجة تصدقها ولا صدقها ولا قولها ولا رددها ولا ما يبقى في حاجة سلبية بالزبط. يعني انا ما ينفعش يطلع خبر في الجورنال يا استاذة نشوة النهاردة يتكلم فيه في الجورنال منشيت العبيد في الصعيد ومش عارف ايه، عبيد ايه والصعيد انت يعني انت عايز تعمل ثورة يعني انا عايز اعرف. وما ينفعش تاني يوم الحكم على الرئيس الاسبق مبارك يطلع برضو منشط في الجورنال يقول إمكانية ترشح جمال الخبراء جمال مبارك ممكن يترشح. وبعدين طلع إن مفيش حاجة من ده خالص، ده يعني أنا عايز أقول هو ليه لصالح مين إحنا بنعمل هو ما هي دي يا أستاذ نشوى عايز أرجع تاني، ما هي دي الحرب بتاعت الليل، ما هي دي الحرب الجديدة. الحرب الجديدة البندقية فيها نمرة 3 صحيح، إنما اللي قبليها إن أنا بقى اللي حضرتك بتقولي عليه ده إيش الإشاعة إن الجدل التضاد إن أي حاجة هو ده، واخد بال حضرتك انت احنا علينا ان نكون متناقضين، احنا لازم كل اسبوع هيطلع لنا بوليكه كده يشغل الفبركه بتاعت البتاع اللي طلعت امبارح دي، التسجيلات التسجيلات اللي بيقولوا عليها اللي بيقول يعني فبركه يعني دي من ده عشان نخش في بقى في ايه في في متاهة. في متاهه وكلام، وعلى ما تخلصي من ديت هيكون في حاجه تانية وتخلصي من وعلشان كده والله. طب يا استاذ ابراهيم يعني وده حقيقي انا عملته، انا ما حاولتش اسمع وما حاولتش اعلق عليها، لان انا شايفه الحقيقه ان احنا لو انجرينا لده ما هو ده اللي عايزينه بالظبط كده. لكن الحقيقه تاني نرجع نقول اهالينا اتعودوا في الاربع سنين اللي فاتت دول ان كل حاجه بقت يلا نقعد نتكلم ونلت ونعجن في الكلام، وده مش صح. مصر مش مستاهله مننا ده، مصر مستاهله مننا ان انا يبقى عندي ثقه ويقين في الوطن ده. يعني ايه ثقه ويقين؟ هو انا يعني لما ابقى عارفه حضرتك فييجوا يقولوا لي على فكره هو قال كذا اقول له لا يمكن يقول كذا، مش عايز اسمعها، مش لاني هطبل لحضرتك ومش لاني انا مصره ان انا اقول ان انت بتعملش حاجه غلط ومش لاني انا مصره ومغمضه عيني وماشيه وراك، لا، لاني عندي ثقه في هذا الوطن، فانا مؤمنه بهذا الوطن ومؤمنه ان احنا خرجنا من اكبر مؤامره كانت بتخطط لينا في هذا الوطن. عندنا اخطاء او مال واحنا بشر وبنغلط، يا سلام، لسه ما حققناش احلام طبيعي، ده احنا متسلمين شقه الحقيقه كانت على 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 المحاره. محاره ايه؟ اقل من المحاره. محاره ايه؟ السقف كل حاجه فيها بايظه. راكبين قطر؟ راكبين قطر، الجرار بتاعه لسه النار بتمسك فيه. ما ينفعش لما الجرار تبقى النار ماسكه فيه نقعد نتخانق مين يركب جنب الشباك، لكن طول الوقت نقول للسواق خلي بالك طفي الحته دي وانت ماشي خلي بالك، ومش كل شويه كمان وكمان نختار الاسلوب ده. تعرف ليه يا استاذ ابراهيم؟ عشان السواق ما يتلخبطش، عشان يعرف يسوق، فيبقى احنا بالنسبه له كشاف نور، وكمان احنا كمان حاميين له بقيه القطر عشان هو اللي سايق فمش باصص وراه، فاحنا في ظهره فهو ده. وعشان كده انا ما فكرتش اتفرج عليها ولا اسمعها، وده المطلوب مننا. هو بس عايز اضيف يا استاذ نشوى يعني واهالينا بس يبقوا عارفين اكتر ناس بيكذبوا هم يعني النهارده هي الافكار كلها. على فكره الاخوان ما يعرفوش يعملوا حاجه، ده خايبين، دي كلها جايه من بره، يعني كل الفكره في كل حاجه بتتعمل جايه من بره. انما هم تعالى بقى نشوف الاخوان والكذب بتاعهم. ويعني كان في مقاله مهمه جدا يعني انا عايزك تشوفيها، الاستاذ محمد حبيب امبارح او اول امبارح بيتكلم عن الكارثه اللي هو بيقول ان حسن البنا يعني انما اللي عملها، لما بيتكلم على ان هو زرع في عقيده الاخوان ادبياتهم ان هم الاسلام مش مسلمين، هم بالزبط. الاسلام بالزبط. وفي فرق كبير جدا انك انت ان شخص ان ينتمي لدين او يبقى هو الدين، هو الدين، هي دي المصيبه السوداء اللي احنا فيها. صحيح، هي دي المصيبه السوداء اللي احنا فيها. صحيح، وعلشان كده بقى كل من عاداهم وكل من خارج الجماعه هو حتى لا ينتمي للمسلمين. لا 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 مش لا مننا. فالنهارده عندنا اشكاليه كبيره جدا، احنا بقى ازاي نتعامل مع الحرب دي؟ الحرب دي اللي بتتخطط من بره،
على فكره يا جماعه مش مؤامره والله، مش حكايه كل حد يقول لك اصل ما فيش لا في مؤامره، واللي ما بقولش في مؤامره اللي ما اللي مش شايف ان مؤامره هو حر، ربنا يعميه بقى على طول كده هو حر بقى، انما في مؤامره، في مؤامره، المؤامره اللي احنا كلنا شركاء فيها دلوقتي. وما زالت بتتواصل يا استاذ ابراهيم، يعني اعلان السفاره البريطانيه امبارح اغلاق ابوابها علشان دواعي امنيه، فتخرج الخارجيه المصريه تقول احنا ما عندناش اي مشاكل وما نعرفش السفاره البريطانيه جابت معلوماتها منين ومصر امنه، وبعدين تيجي النهارده السفاره الكنديه ده الاستراليه كمان الجديده بقى، انت وانت رايح في السكه الاستراليه دخلت. طب السؤال هو على اي اساس ده؟ انتوا بتخوفوا مين؟ اللي بره ولا اللي جوه؟ لو معلومات بتقول طيب منين؟ بتشككوا كمان، انت مش بس بتخوف اللي بره، انت بتشكك اللي جوه في قدره دولتك على حمايتك. لكن انا كسفاره بقى عندي المعلومات، فانا هحمي المواطنين بتوعي وهقفل الابواب بتاعتي. فانت بتشككه كمان، يعني انت بتثير حاله من الشك في قدره هذا هذه المؤسسه، وانا ما عنديش غيرها دلوقتي، فماسكه فيها بايدي واسناني وهفضل حامياها وهفضل ادافع عنها، وهي مؤسسه الجيش، شاء من شاء وابى من ابى. فهو بيشككك فيها وفي قدرتها على حمايتك. خليني اقول لحضرتك على حاجه، من يوم 19 ليوم 24 اكتوبر اللي فات سافرت أنا والسفير محمود كارم والسفير محمد العرابي والدكتور أندريا زكي رئيس الهيئة الإنجيلية والدكتور عماد جاد وريهام السهلي الصديقة العزيزة، وسافرنا في الحوار المصري الأمريكي، وكان مطلوب وكل واحد فينا كان محضر نفسه هيقول إيه. إيه رأي حضرتك أن يحتل الجيش السؤال لما نروح الخارجية الأمريكية ويكون اللقاء مع أم باترسون وزيرة مساعد أو نائب وزير الخارجية دلوقتي لشؤون الشرق الأوسط اللي كانت السفيرة الأمريكية عندنا، فيبقى السؤال في الخارجية الأمريكية عن الجيش، والسؤال في البيت الأبيض عن الجيش، والسؤال في الكونجرس عن الجيش، والسؤال في الندوات اللي كان فيها الأمريكان الصحفيين والإعلاميين عن الجيش. عايزين يسألوا على الجيش عليهم. انا الحقيقه سالت الحقيقه واحنا في الخارجيه الامريكيه، قلت لهم انا الحقيقه مش متهيألي، لا ومش متهيألي ان احنا سالنا عن الجيش الامريكي ولا سالنا عن مخصصاته الماليه ولا سالنا عن اسلوب ومستوى تدخله في السياسه الامريكيه، وهو متدخل بكل ما تعنيه الكلمه في السياسه الامريكيه، فبالتالي مش من حقكم تسالوا عننا، فمالكوش دعوه بينا. ورجعت الحقيقه من امريكا بيقين ان هذا الجيش اللي طلبوا سنة 2005 من الرئيس الأسبق مبارك إن يفكوا بقى إن هو يحوله إلى يعني قوات لمكافحة بالظبط كده، قوات لمكافحة القرصنة في البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب. أدركت أن هذا الجيش محمل يعني بالظبط كده، أدركت أن هذا الجيش هو من يسبب الأرق للولايات المتحدة الأمريكية. بصي بصي يا نشوى، أنت لما تشوفي الأمريكان عملوا إيه في العراق، ما هم كانوا رايحين عشان يبوا لهم الديمقراطية. صحيح. جون بريمر بريمر ده ولا كان اسمه بول بريمر. بول بريمر بول بريمر ولا اي حاجه بريمر ده الراجل ده اول حاجه عملها تفكيك الجيش العراقي. تفكيك. كان الاستاذ عماد الدين اديب كاتب مقال بيقول يعني انه عمل تصرف غبي، فانا انا رديت قلت لا يا استاذ عماد ده هو عارف بيعمل ايه. صحيح. لان تفكيك الجيش هو ده اللي هيخلص على العراق. صحيح. وحصل. وفي سوريا وكله كله كله يعني هو لما قسم الجيش السوري دلوقتي ايه اللي حصل؟ كله كله كله. بس اللي انا عايز يعني اطمنك عليه قوي، يعني مش بقى عالم بباطن امور، بس انا كواحد شرفت ان انا انتسبت لهذه المؤسسه العظيمه 8 سنين في فتره حرب وحقيقه. صحيح. دخلت حاجه وطلعت حاجه، عارفه لما لما يعني بتخش من هنا حاجه تطلعي حاجه تانية، وإذا كان في فضل بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى على عليا هو فضل هذه المؤسسة، اتعلمت يعني حد. المهم يعني ليش مصر يفضل جيش مصر يا أستاذ ما تخافيش عليه، أقسم بالله العظيم ولا 100,000 أوباما ولا العفاريت الزرع والله ما أنا خايف، والنبي ما يقدروا عليه والله ما أنا خايف ولا حد لكن أنا بفهم أهالينا وأنا عايز يعني في السياق ده لا أهالينا يقلقوا ولا حدا ما يقلقوش على ليش مصر، وهم ضاحكين في دماغ الشباب على الكلمة اللي أنت قلت لي عرضها هي دي بقى اللي هم يقولوا له إيه وميزانيته يا ابني. أيوة. افهم يا ابني. أيوه افهم 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 افهم، ما هو بيسمع كلام، ما هو حافظ مش فاهم. صحيح. هو يعني حافظين وميزانيه. انا عايز اتكلم في الجزئيه دي يا استاذ. اتفضلي. احنا جيشنا هزم او يعني
تعرض لمؤامرة دولية ومؤامرة داخلية الحقيقة كمان سنة 67، فكانت الهزيمة. في حاجتين عملوها بره، نمرة واحد تكريس الهزيمة فيقولها لك النكسة واحنا نردد وراه تبقى النكسة، مع ان في 67 دي او في الستينيات كان في دولتين دلوقتي من كبار الدول العظام ألمانيا واليابان كانوا مهزومين هزيمة اللي هما تحت الأنقاض، صح؟ بس محدش قال على ضرب هيروشيما وناجازاكي وهزيمة اليابان، نكسة اليابان، نكسة هيروشيما ونكسة ناجازاكي اللي مات فيها أكتر من 150 ألف بني آدم. محدش قال على اللي حصل في ألمانيا، نكسة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، لكن إحنا في 67 اللي ما حاربناش فيها يتقال علينا نكسة وإحنا نرددها وراه. اللي قال ده كمين، مش هو اللي هو صاحب الكلمه ديت كان الاستاذ هيكل، يعني الله بقى يسهله. الاستاذ هيكل خلاص كده. ليه انت فاكره المقاله؟ انت كنت صغنطوطه لسه. انما المقاله اللي قبل قبل الحرب باسبوع اللي هو كان بيدعو فيها الى عدم الحرب والتسويه السلميه، وبعدين البعض من اللي هم الحواريين بقى اللي هم يعني بيعملوا فيه ده، الكلام ده اللي هو كان بيتقال صحيح. كان ساعتها لما تسالي، معلش انا هقطع كلامك وهحكي لك، بس في الاطار هو في 69 قبل الخبراء الروس ما يمشوا كنت باخد فرقه حرب نفسيه. ده 72 قبل الحرب على طول. لا انا قبل، انا بقول انا قبل يعني حضرتك سنه 69 70 قبل ما يعني، وايام ما كان الرئيس عبد الناصر عايش. اوكي. وناخد فرقه حرب نفسيه اللي بدانا كان عقيد في المخابرات الروسية من بيتكلم اللهجة المصرية مش اللغة العربية، اللهجة المصرية اللي احنا بنتكلم بيها مع بعض. فظابط سأله قال له لو قامت المعركة السيناريو يبقى ازاي؟ قال له ايه اول قتال؟ يوم اول قتال خسائر الجيش المصري 65%، صحيح. ايه 2 45%، لسه بيقول ايه 3. فرد ظابط من ورا قال له ما الجيش خلص، وضحكنا بس كان ضحك مرير دم. خلصت المحاضرة، كان أقدم واحد في الفرقة مقدم صعقة بحرية، فاكره أنا قوي. جمعنا قال ما نسمعش الكلام ده والكلام والحاجات دي كلها. الراجل بتاع الجيش مش بيهبط معنويات ولا بيعمل معنويات، كان في جزء كبير من الحقيقة، جزء كبير من الحقيقة في الكلام. أقسم بالله إن حرب 73 ولو ضفنا عليها حرب الاستنزاف، أقسم بالله لا تقولي لي حرب عالمية ولا البطولات والحاجات اللي حصلت، ولا تقولي لي حرب عفريتية، ولا تقولي لي الكلام ده، أقسم بالله. لأنك أنت الظروف حكمت على مصر، قناة السويس مانع، الساتر الترابي، خط بارليف. يمين بالله لو ليش أمريكا، يمين بالله ما يعرف يعدي حدا من الثلاثة. في جملة عبقرية جدا للمشير أحمد إسماعيل في كتاب مذكراته اللي كان كاتبها، فبيقول فيها كان صديق يشفق علينا حينما يقف معنا على شاطئ القناة ليرى خط بارليف، أما العدو فكان يشمت بنا. يعني الصديق اللي هو متعاطف معانا يعني ما مش هتقدر. بس انت وانا واقف على خط القناه انا ما بشوفش خط بارليف، انا شايف ساتر ترابي بارتفاع عماره. صحيح. ساتر ترابي بارتفاع عماره 26. على 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 مدى 170 كيلو. صحيح. لا على طول المسافه دي كلها، الحدوته دي كلها. صحيح. القناه مشكلتها 200 متر متوسط دولت المد والجزر، المشكلتها ان التيارات المائيه فيها بتتغير 4 مرات في اليوم، يعني مره يبقى الميه جايه من السويس ورايحه على بورسعيد، ومره تلاقي كده، والمد والجزر بيوصل لمترين. صحيح. فلو بنيتي خطتك ان القوارب هتوصل عند الحته دي من الشط، لو جه الجزر يبقى هنا اهو، طب هطلع المترين دول ازاي؟ على السلم مثلا؟ هاخد سلم في كل قارب؟ صحيح. عشان كده توفيق ربنا طبعا وبعد اذن ربنا. هو ده. انما هم دول سيدنا رسول الله، ما الخير أجداد الأرض، هم دول. انسي بقى، قولي هو بقى. هو ده خير أجداد الأرض، هم دول بقى، هم دول. وبالتالي في 67 وأمريكا نفسها كانت مهزومة في فيتنام، لكن إحنا اللي كرسنا الهزيمة جوانا علشان نفضل طول عمرنا مكسورين، ويفضلوا يفكرونا بيها ويكتبوا في الإنسيكلوبيديا بتاعت البريطانية إن إسرائيل انتصرت على العرب في 4 حروب، 48 و56 و67 و73، واحنا نسكت يعني حتى ما نطالبش بالتصحيح، لكن هي دي اللي بيضحكوا بيها على اولادنا،
الجيش اللي حصله ده في 67، الجيش المصري اللي حصله ده في 67 أقسم ألا يهزم مرة تانية. جزء من إبراره بهذا القسم أن يمتلك موارد تمويله. يلي مش فاهم، يلي بتقول يبقى ليه عنده مصنع مكرونة؟ طب أنا عشان أفهمهم بس الشباب الحلو ده، إحنا لما بيبقى في الحرب وفي المناورات الكبيرة بناخد حاجة اسمها تعيين قتال. يعني ايه تعيين قتال؟ صح. علبة قد علبة البتاع كده، أيوة. فيها الفطار والغداء والعشاء، احنا قعدنا 3 اشهر وشوية ناكل دي. صحيح. اقسم بالله انا الوحدات اللي انا كنت في المكان اللي كنت فيه والوحدات اللي كنت فيها احنا ما فطرنا يوم في رمضان، اقسم بالله العظيم. صحيح. تعيين القتال، العلبة دي اللي فيها قد البتاع دي تقريبا كده، فيها علبة عدس وعلبة فول وعلبة مربى. عدس بجبة. عدس معمول يعني كده وعلبة بلوبيف. تعيين القتال ده انت جيش بيحارب. احنا ساعتها في 73 احنا كنا بنتكلم ما شاء الله ولا قوة الا بالله، بسم الله ما شاء الله، 1,300,000. انت في 67 كان جيش 300,000 بس، عشان نشوف عشان توفري بقى العلبة دي. انت بقى انا باخد دي بستلمها، انا بستلم ديت عشان انا ما اعرفش، انا ممكن ابقى رايح في حتة فيبقى معايا الخمس ست علب بتوع الاسبوع، فشايلهم معاك هتشيل او بستلمها او بتوزع عليا وفقا للمأموريه ولا. بس احنا كنا قوات خاصه لنا نظامنا تاني وشغلنا تاني. المهم يعني العلبه دي الشباب اللي بيتكلم اللي بيجي بيقول اصل هم دول عملوا ايه ومش فاهم، ومش فاهم يعني قيمه ان الجيش يعني ايه بيعمل مشروعاته نتيجه ان احنا في 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 حتى في 73 ما كانش في حاجه. صحيح. ما احنا كنا في الغلب كله. صحيح. صدقي بالله علبه البلوبيف ديت عمرك شفت علبه بكرش؟ العلبه يعني انتهى عمرها الافتراضي والاصلي والبتاع. احنا ما بنعرفش الكلام ده، احنا ما نعرفش الكلام ده نتيجه ان هو لازم عشان يبقى عنده التعيين ده فلازم يخزنه. ما انا ما اقدرش اصنع ده يوم بيوم، الجيوش تزحف على بطونها اذا ما كنتش انا مادد. طول ما انا بتقدم معايا ميتي ووقودي وذاخرتي واكلي انت فاهمه؟ فاحنا النهارده الدروس الاهم، الدروس اللي احنا طلعنا منها مش من 67، من 73، اهم الدروس اللي عملوها. وربنا يبارك لجميع من دخل هذا، من اول ابو غزاله ومرورا بكل الغايه ونهايه بالمشير طنطاوي ودلوقتي الفريق اول صدق صبحي. جيشك اذا ما كانش ما ينفعش ان جيشنا يبقى حاطط صبعه في بق اي حد، حتى وحتى ولا بيع مدنيه هنا. انا مش هستنى مصنع هجيب لي اكل ولا اكل ولا شربي. هم مش عارفين ان احنا قد ايه انك انت عشان توفري تعيين قتال لجيش. مش بس كده يا استاذ ابراهيم، يعني هو مش بس بيوفر تعيين قتال، لا ده انا ما بتكلمش على كده، الباقي عنده بينزله للقرى والمراكز. انا بعيد بعيدا عن ده، انا بس بتكلم على فكره النهارده. انا ده صحيح. هم مش قادرين يفهموا الشباب النهارده ان انا تعالي شوفوا ميزانيه القوات المسلحه في الميزانيه العامه، ده ما بياخدوش حاجه. هم خلاص بقى عنده الاكتفاء الذاتي بتاعته. هم مش قادرين يفهموا ان جيشهم ده، احنا كنا بنحارب في 73 بايه؟ 60% من السلاح اللي كان معانا كان بتاع الحرب العالميه الثانيه. مظبوط استاذه، مظبوط مظبوط. مين اللي طور الحاجات القديمه ديت وخلاها على كفاءه؟ صحيح. مش المصريين. صحيح. مش الحاجات اللي بياخدوا بيصرفوا عليها وبيعملوا عليها ومش الكلام ده. حتى الطيران الروسي كان بيجي لنا. انا مش عايز اتكلم بس انا عايز اسمعك، عشان انا اسف جدا ان مثلا انت فتحت لي في حته ما اقدرش. انا بس نفسي ان اهالينا يتكلموا مع اولادهم كتير واسمعوهم. وانا سمعت شكوى احب اقولها من جارنا الحقيقه، لان هو قد ابني، اقول له يعني اسمع لبابا وماما وافهم منهم واسالهم. يقول لي ما انا كل ما اتكلم معاهم واختلف معاهم يزعقوا لي، وانت مش فاهم حاجه، وانت غبي، وانت وانت وانت. كل اب وكل ام لازم تاني ياخد ابنه في حضن مهما كان يعني شارد، علشان لو هو زعق له هيشرد بره تاني، هيبعد خلاص. ما تخليهوش حد غيرك يلعب في ودانه. استحمله واستحمل شروده وخده على قد عقله، ولما تلاقي المناقشه قفلت ارجع له تاني بعدها. احنا محتاجين اللمه قوي يا استاذ ابراهيم دلوقتي، محتاجينها قوي. محتاجين كل بيت يقفل على نفسه، مش علشان يبعد، لا، يحاجي على اولاده. مش كانوا زمان يقولوا لنا كده حاجي على اولادكم؟ احنا محتاجين نحاجي على اولادنا عشان يفهموا. ما يبقاش الاب والام قاعدين فاتحين التلفزيون، ولا كل واحد قاعد على جهاز، ولا كل واحد بيعمل حاجه وسايبين العيال تعمل اللي هي عايزاه.
احنا محتاجين ده، بلاش تشخط فيه وتزعق فيه، استحمله واستحمل شروده وطول بالك واتكلم ووعي وبالحنيه. خلاص اصله في المرحله اللي هو بيتكلم فيها دي عدى مرحله الضرب، فلازم تصاحبه. النبي قال لنا كده عليه الصلاه والسلام، صاحبوهم، هي دي مرحله الصحوبيه. ما كانش بيقول كده علشان خلاص يعني هما كبر فمش هعرف اضربه، لا، علشان ما ينفعش اضربه، علشان المفروض اكون رميت في المراحل الاولانيه السبعه والسبعه رميت البذره الثانيه، بس لو اتاخرت برضه فيش حاجه مستحيله. ده نوح قعد يدعي اهله 950 سنه 950 سنه وكان بيقول جمله واحده بس، امنوا بربنا امنوا بربنا امنوا بربنا. احنا محتاجين ده، نامن بربنا ونامن بالوطن ده ونطول ولاد بالنا على ولادنا. والحقيقه الدوله كمان ترجع باقوى من كده، الدوله محتاجه ترجع في اعلام وتعليم واوقاف وثقافه، محتاجه علشان ما تسيبناش لاي حد ينهش في عقلنا. دكتوره يعني هدى زكريا استاذ علم الاجتماع السياسي لها جمله تقول لك خلاص العصر اللي احنا فيه ده ما بقاش عصر تسييح الدم، بقى عصر تسييح العقل. الجمله عبقريه، هو بيسيح عقله مش بيسيح دمه، مش محتاج يسيح دمنا، خلاص هو هيسيح عقلنا. افكار بالكلام والافكار بالظبط كده، فيسيبك تايه وغرقان ومتشوشر. واحنا الحقيقه قفل بلدنا النسيان زي عمنا نجيب محفوظ ما قال، والتوهان والشوشره والكلام بزعيق، وما بقيناش نسمع بعض. محتاجين نهدى ومحتاجين نسمع، محتاجين نبقى كشافات نور ننور لبعض الطريق لو غلطنا، ومحتاجين نصحي ضمايرنا لان في ضماير ناس مننا ماتت، ومحتاجين مصلحه البلد تبقى هي الاهم. حتى لو انا مش موجوده في الصوره بس مصلحه البلد اهم، لان اللي بيترسم لنا كبير قوي. وتاني اسرائيل مش ممكن تكبر اكبر من كده، بس اللي حواليها لازم يصغر اكتر من كده. هو ده اللي عايزينه، هو ده. واحنا مش لا يمكن اصلها طول عمرها زي ما هي، تبقى مصر والسودان، تبقى مصر وليبيا، تبقى مصر وفلسطين، تبقى مصر وغزة، لكن عمرها ما كانت مصر إلا حتة، عمرها. وإحنا كمان عمرنا ما هنخليها مصر إلا حتة. ما ينفعش. يعني ده إحنا نروح نموت نفسنا قبل ما يحصل ده. ما ينفعش، مش هيحصل إن شاء الله. وبالتالي لازم الكل يبقى عارف ده، ويعرف إن كل واحد فينا جيش في مكانه، وإن كل واحد فينا عسكري في مكانه. عسكري هو في البيت وهو بيحافظ على أولاده ويربيهم. عسكري وانا مدرس في قلب المدرسه، عسكري وانا استاذ في قلب الكليه بفهم واقول ووعي، عسكري وانا صحفي وبكتب علشان المعلومه توصل، ومش بس توصل، تسند. خليك واثق في بلادك، اوعى اوعى تفقد الثقه فيها. عايز اقول استاذة نشوى، انا موافق على كل كلمه بتقوليها، وانا ما اعرفش احنا محتاجين نتكلم في ده كتير، محتاجين نتكلم مع بعضنا، محتاجين نعمل ده، ومحتاجين نبقى على يقين، على يقين ان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مصر مش هتنضم يا رب. بس احنا لازم نساعد. هو ده يعني، هو ده لازم نساعد، نساعد ونبقى ايد واحده، الحقيقه ايد واحده، ونفضنا بقى من الكلام واللكت والعاجل. خلاص معترض على الحكم بتاع مبارك زي الفل، ماضي وانتهى. معترض على موافق على حكم اللي حصل لمبارك زي الفل، برضه ماضي وانتهى. بكره عايزينه شكله ايه؟ عايزين تاخدوا مصر لفين؟ دايما يعني يستفزني سؤال، هي مصر رايحه على فين؟ مصر رايحه على الحته اللي احنا هناخدها ليها بالمناسبه، اللي احنا زقنا عليها، احنا مش واخدينها، ده احنا بنزقها. احنا مصر هتروح الحته اللي احنا هناخدها ليها، هي مصر ما هيش سايقه عربيه لوحدها. انت عايز بقى تاخد مصر لفين؟ أنا أسأل السؤال ده لنفسي، وحضرتك تسأله لنفسك، وكل واحد فينا يسأله لنفسه، فنبقى عارفين هي مصر هتروح على فين؟ على طريق على سكة السلام إن شاء الله. اللهم آمين إن شاء الله على سكة السلام، على سكة السلام. اللهم آمين. مصر في سكة السلام إن شاء الله. طول ما الشعب ده إن شاء الله، وعلى فكرة مع كل اللي بيحصل ده، ده شعب عبقري. وعايز أقول بس، عايز أقول يا ست نشوى كده، عايز أرجع تاني أقول للست المصرية، الدور اللي عملتيه رائع جدا، بس اللي جاي دورك مهم جدا. صحيح. انت المساله عندك، انت اللي عصيت الفتيس عندك، الدفه معاك انت. صحيح. في اللي جايه دي. صحيح.
ومش عايزين نقلق ابدا. طول ما ليش مصر موجود مش هنقلق. القلق صحي يا استاذ ابراهيم. القلق بتفكير. اصل انت بتقلق ليه؟ انت عندك يعني جار سو. معلش. صح؟ معلش. فانت طول الوقت محرص. انا النهارده بس يعني عايزين نبقى مطمنين ان احنا في ظهرنا وقدامنا وعلى يميننا وعلى شمالنا جيش ربنا يحميه لينا، خدت بالك؟ وطول ما ليش ده هو ده مش هنقلق ابدا. يا رب. استاذه نشوى بشكرك جدا. لا انا الشكر لحضرتك. بشكر حضرتك وتصبح على خير.